مشاهدينا، حلقة جديدة من كشك الصحافة، أهلا بكم. إلى العناوين: 3 وزراء في تعز لأول مرة منذ التحرير. أمن عدن يواصل البحث عن المتهمين بسرقة بنك. صحيفة عربية تقول إن الحرب الوجهة الجديدة لقضاء العطلة السنوية للطلاب. الصين تحضر مسلسلا كرتونيا لأن شخصياته تسخر من الرئيس. ندوة طائفية في جامعة صنعاء، هكذا يصف موقع المشاهد نت إحدى الفعاليات التي عقدت في الجامعة. وقال الموقع: نظمت جماعة الحوثي ندوة عن الصرخة في حرم جامعة صنعاء، حملت عنوان الصرخة وتأثيرها على مستقبل الأمة. يضيف الموقع: قوبلت هذه الندوة بسخط واسع النطاق واستياء شعبي كبير من مناوئي الجماعة المسلحة. قالت مصادر خاصة لمشاهد نت إن ما تناولته الندوة توجه طائفي ويكرس ثقافة الكراهية بشكل مخيف في حرم مؤسسة أكاديمية حكومية كبيرة مثل جامعة صنعاء. وبحسب هذه المصادر فإن قيادات حوثية دينية كبيرة حضرت وأدارت الندوة، وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين نشرت أخبارا عن الندوة وتحدثت عن التأثيرات التي تجلبها الصرخة بنفس طائفي. يذكر أن جماعة الحوثي ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء قبل ما يزيد عن 2.5 سنين مارست قبضة أمنية على الجامعة، أصدرت قرارات تعيين في مناصب عليا في الجامعة منها منصب رئيس الجامعة. سلاح منفلت بأيد وعقول منفلتة تكون النتيجة قتلا متعمدا ومباشرا لا سبب له على الإطلاق، هكذا يلخص محافظ الضالع حال البندقية عندما تكون في يد غير يد الدولة الشرعية. ووفقا لموقع عدن الغد، فقد وجه محافظ الضالع فضل الجعدي رسالة إلى وجهاء وعقلاء المحافظة للمشاركة الفاعلة بمعية السلطة المحلية لوضع حد للمظاهر المسلحة التي تعانيها الضالع منذ أكثر من 2 عامين. وقال الجعدي بخصوص ضحايا إطلاق النار في الأعراس: تعود الرصاص من الجو، تعود إلى أجساد الضحايا وتخلفهم بين قتيل ومصاب. يقول الموقع: تعاني محافظة الضالع منذ تحريرها من قبضة ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية في مايو 2015 من تنامي ظاهرة إطلاق الرصاص العشوائي في الأعراس والمناسبات. عن يوم مشؤوم بالنسبة للكثير من اليمنيين، تولى فيه المخلوع صالح زمام الحكم وأوقف تقدم البلاد وخروجها إلى العصر الجديد. كتب السفير عبد الوهاب العمراني مقاله المنشور في موقع قناة بلقيس الذي قال في أجزاء منه: في مثل هذا اليوم قبل 39 عاما كانت صنعاء ذات المليون نسمة بجامعة حكومية واحدة، واليوم صنعاء ذات 3 ملايين نسمة بجامعة حكومية واحدة. وقس على ذلك عدد المستشفيات الحكومية أيضا، لم يطرأ أي تغيير، فقط التعليم كان بجودة أفضل والصحة باهتمام حكومي وإنساني أكثر. في المقابل سخرت موارد الدولة خلال أكثر من ثلث قرن من أجل القوات المسلحة والأمن، وفي النتيجة لا أمن ولا جيش يحمي الوطن، رغم أن ثلث ميزانية اليمن خلال 4 عقود كانت تسخر للحروب التي تجاوزت 10 حروب. واليوم مصير هذا السلاح إما في صدور أبناء اليمن أو يدمر. تحول حزب المؤتمر من حزب السلطة للتسلط، وإلا ففي الدول الديمقراطية عندما يخسر رئيس الحزب السلطة يتنازل تماما عن ممارسة السياسة في الحزب والسلطة في آن واحد. فلو تنازل الزعيم عن قيادة المؤتمر لكان اليوم المؤتمر يرأس السلطة. شنت حرب 94 تحت راية الوحدة، ولكن الوحدة وئدت بيد صانعيها البيض وصالح. اليمن اليوم في أحسن الأحوال يعود للتشطير طبعا بعد سلسلة حروب أهلية بعد نهاية هذه الحرب، أو يتشرذم إلى حين. لن يقبل الشعب اليمني من كان سببا لتخلفه 4 عقود وأرجعنا للكهنوت أن يكون جزءا من الحل، لأنه أصلا وبداهة جزء من مشاكل اليمن كلها خلال ما يقارب 40 عاما مضت. الخلاصة: اليمن في ذكرى تولي زعيم الفساد في غفلة من الزمن، غدا من سيء إلى أسوأ، وسبب وصولنا للأسوأ هو السيء، فكيف يحتفلون بالسيء في الزمن الأسوأ؟
مشاهدين، الأجزاء المحررة من مدينة تعز تحظى للمرة الأولى بزيارة وفد حكومي رفيع إليها، وذلك وفق تعبير لموقع الموقع بوست، والذي عنوان: وفد حكومي رفيع يصل تعز لأول مرة منذ اندلاع الحرب. قال الموقع: إن 3 وزراء في الحكومة اليمنية وصلوا إلى ريف جنوب محافظة تعز لأول مرة منذ اندلاع الحرب في المحافظة بداية مارس 2015. يضيف الموقع مستندا إلى وكالة الأنباء الرسمية سبا إن الوفد زار مديرية التربة في محافظة تعز وتفقد أحوال المواطنين واحتياجاتهم الأساسية ومعاناتهم التي تسببت بها ميليشيا الحوثي وصالح جراء الحصار. ومن الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم نقرأ بعض العناوين: أمن عدن يضبط 2 من خلية السطو على البنك الأهلي ويلاحق 6. من العناوين أيضا: الشرعية تسيطر على جسر الهاملي والسهرة وتقطع خط الإمداد الحوثي غرب تعز. من عدن أيضا: رئيس الوزراء يزور القاعدة الإدارية لقوات التحالف العربي. عنوان آخر يأتي من مأرب: أمن مأرب يلقي القبض على عصابة سرقة سيارات قادمة من صنعاء. الجنوب المحرر، من المشكلة إلى المعضلة. تحت هذا العنوان كتب أحمد جعفان الصبيحي مقاله المنشور في مصدر أونلاين، وقال في جزء من المقالة عن العاصمة المؤقتة عدن: لا يحتاج القادم للعاصمة المؤقتة عدن إلى كثير وقت وعناء ليفهم ويحس بما يدور فيها من فوضى وانفلات وأزمات متفاقمة ومركبة. يكفيه فور الوصول أن يستقل سيارة أجرة ويسأل السائق عن حاله وحال المدينة، وأثناء ذلك سيكون قد رأى وسمع ما يكفي لأخذ انطباع عن سوء وتردي الأوضاع في العاصمة التي من المفترض أنها تحررت قبل عامين وأصبحت مركزاً نموذجياً للسيادة الوطنية ومستقراً لدول التحالف وحكومة الشرعية، وبالتالي منطلقاً لاستكمال مشروع تحرير بقية أجزاء اليمن من تسلط وانقلاب عصابات الحوثي صالح التي بات من المسلم به يقيناً تبعيتها لمشروع خارجي توسعي مدمر يستهدف أمن المنطقة. الأمر الذي على أساسه انطلقت عاصفة الحزم واتحدت دول الإقليم في تحالف عسكري بقيادة السعودية. تتعدد مظاهر التخريب والفوضى وتردي الأوضاع في عدن لتطال كل شيء تقريباً، خصوصاً فيما يتصل وينعكس مباشرة على حياة الناس اليومية وأمنهم النفسي والمعيشي والاجتماعي، بما يضع علامة استفهام كبيرة عن المصلحة من وراء إفساد وتلطيخ النموذج الذي ينبغي أن تمثله عدن كعاصمة مؤقتة آمنة ومستقرة للدولة اليمنية. لأكثر من 3 أعوام ظلت المحاكم في مديريات محافظة لحج موصدى، ووجدت الأحكام التقليدية والعرفية طريقها مما عقد الحلول، لكن ذلك اقترب على الانتهاء وفقا لموقع عدن تايم. فقد تم استئناف عمل النيابات العامة في لحج، حيث افتتح رئيس نيابة استئناف محافظة لحج القاضي مهدي محمد مقر نيابة استئناف محافظة لحج في مبنى المحافظة القديم، وأكد رئيس النيابة على ضرورة سرعة العمل والفصل في جميع القضايا الماثلة أمام النيابة العامة في كل مديريات المحافظة بهدف تحقيق العدل المطلوب، نشر الأمن والاستقرار. ووفقا لعدن تايم، فقد عقد اجتماع موسع لكافة أعضاء ووكلاء النيابات العامة، منها نيابة الأموال العامة بمقر العدل المؤقت، وأقر الاجتماع ضرورة التنسيق المشترك بين كل المؤسسات القضائية والأجهزة الأمنية وتقديم كافة القضايا الجنائية. أما رئيس نيابة استئناف الأموال العامة في لحج القاضي صلاح الحداد، فقد ركز على دور النيابات في قضايا الأموال العامة لإنصاف المظلومين ومحاسبة الفاسدين في مؤسسات الدولة الذين أصبحوا عاملاً معرقلاً للنهوض بالأوضاع العامة. ولقراءة أهم ما ورد في الصحافة العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. عدنا. صحيفة الحياة اللندنية عنونت في أحد تقاريرها الذي أعده مراسلها في اليمن، وعنونت: جبهات القتال وجهة طلاب يمنيين لقضاء إجازة الصيف. يقول تقرير الحياة: إن الحرب التي تشهدها اليمن عقب انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح تسببت في انهيار الاقتصاد اليمني الضعيف أصلا، وفي انتشار الفقر والمجاعة، وانخراط كثير من الشباب في القتال تحت شعارات مختلفة. ويعترف طالب في الثانوية العامة أنه من أنصار الرئيس السابق، ويقول للحياة:
إن أسرته شجعته على الانخراط في القتال في صفوف ميليشيات الحوثي وصالح على أمل أن يؤدي ذلك إلى حصولها على ما يسد به رمقها. تستغرب الناشطة منال حاجب 33 سنة، تستغرب الحديث عن الإجازة الصيفية مؤكدة للحياة. إن السؤال الراهن والملح هو كيف ننجو من الجوع والمرض؟ فيما ذكر طالب في جامعة صنعاء أنه حصل على وعود بالعمل خلال إجازة الصيف في محل لبيع السلاح في منطقة جحانة القريبة من صنعاء، وتتابع الصحيفة: تبدو إجازة الصيف هذا العام دموية ومؤلمة ليس للطلاب فقط بل وللشعب اليمني كله الذي يرزح تحت وطأة الجوع والخوف والمرض. أما صحيفة القدس العربي فقد تابعت المحاكمة الهزلية التي تعقدها الميليشيات في صنعاء لخصومها، وعنونت الصحيفة: نشطاء وحقوقيون يطالبون الحوثيين بوقف محاكمة 36 مختطفا بشكل غير قانوني في صنعاء. قالت الصحيفة: إن نشطاء وحقوقيين ومنظمات حقوقية يمنية وإقليمية طالبوا الحوثيين بوقف محاكمة 36 مختطفا استؤنفت محاكمتهم السبت في محكمة قضايا أمن الدولة سابقا، والتي تقع حاليا تحت سيطرة ميليشيا جماعة الحوثي وقوات صالح منذ الانقلاب على الحكومة في 21 من سبتمبر عام 2014. ودشن النشطاء اليمنيون حملة مناصرة واسعة النطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الحديثة، استجابة لدعوة من رابطة أمهات المختطفين التي تقود هذه الحملة على نطاق واسع للمطالبة بالإفراج عن أبنائهن المعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي الإنقلابية في صنعاء وفي غيرها من المحافظات اليمنية. ونسب إلى مصادر في أهالي المعتقلين قولهم إنه تم تلفيق تهم غير صحيحة لأغلب المعتقلين، لا سيما وجميعهم من فئات الأكاديميين والناشطين السياسيين المناوئين للانقلاب انقلاب الحوثي، كما لم يتم توفير الحد الأدنى من الحق في العدالة للدفاع القانوني عنهم. وأعرب العديد من الحقوقيين عن قلقهم الشديد من النتائج الكارثية لهذه المحاكمة الشكلية، والتي قد تصل العقوبة بالتهم الموجهة ضد هؤلاء المعتقلين إلى الإعدام، كما كانت قد أصدرت هذه المحكمة قبل نحو 3 أشهر حكما بالإعدام على الكاتب الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي في تهم ملفقة. عنونت صحيفة العربي الجديد في إحدى صفحاتها الاقتصادية: الانفلات الأمني يهدد المصارف اليمنية. قالت الصحيفة في التفاصيل: على طريقة أفلام هوليوود، نفذ 10 مسلحين يرتدون زيا عسكريا صباح الخميس الماضي سطوا مسلحا على فرع البنك الأهلي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بغرض نهب خزانة البنك في حادثة استمرت لنصف ساعة لكنها هزت القطاع المصرفي في البلاد. تضيف العربي الجديد: يأتي هذا السطو بعدما تعرض 59 فرعا لخمسة مصارف يمنية لأضرار متنوعة بما فيها السطو والنهب بسبب الحرب والصراع المسلح، أفاد تقرير أصدرته وزارة التخطيط اليمنية، وحمل عنوان المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن بتعرض 24.5% من تلك الفروع للتدمير جزئيا أو كليا، وبتضرر 22 جهاز صراف آلي، وقدر إجمالي الأضرار المادية التي تعرضت لها المصارف ب 2.187 مليار ريال يمني، إضافة إلى نهب 808271.6 جرام من الذهب. خرج منذ أشهر من سجونهم، تجاوز الندوب التي كان يحملها جسده، لكنه لم ينسى تقديم الحلول الممكنة ووجهة نظره حول وضع نهاية لكل هذا الخراب الذي أحدثه سجانوه السابقون ميليشيا الحوثي وصالح. الدكتور عبد القادر الجني يطرح مقترحات في ورقة عمل قدمها في واشنطن، نقرأ بعضا من بنودها كما وردت في موقع قناة بلقيس. بلاد اليمن مختطفة ومدينة تعز محاصرة، الجميع في الداخل وفي المنطقة ودول العالم الأخرى أهملوا وتهوروا في حقنا. سأحاول أن أكون لطيفا وأخفف من حزني ومن غضبي. نحن في اليمن نتدهور كل لحظة لدرجة أنه لن يكون لدينا ما نعمله لاحقا.
لا يوجد لدينا أي طريق إلى الأمام لنستكشف معالمه. رعاة الحل السياسي لمشكلة اليمن يتقلبون ويتأرجحون من فكرة إلى أخرى طوال الوقت، والبعض منهم حتى قد ابتدأ في تنفيذ أفكار وتطبيق أجندات لا علاقة لها باستعادة الشرعية في اليمن. دعونا نقرر، هل هو انقلاب أم لا؟ إذا كان انقلابا إذن يجب أن ينتهي، لأنه لا الحوثي ولا صالح يمكن أن يقبل بمخرج وحل لمشكلة اليمن على أساس المواطنة المتساوية ومخرجات الحوار الوطني. أما لو كان القرار قد اتخذ بتجاهل قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، فعليكم أن تتوقعوا تشظي اليمن وعدم استقرارها ومآسي لا تنتهي. لا يمكن أن يصل اليمنيون إلى حل سياسي دون تدخل ومساعدة أطراف خارجية. لسوء الحظ، الأطراف الإقليمية قد أضعفت موقفها بسبب تجاهلهم للمرجعيات الثلاث، ولسوء الحظ أيضا الأطراف الإقليمية قد تبنت أجندات تهدد مستقبل واستقرار ووحدة اليمن. ولسوء الحظ أيضا فإن الأطراف الدولية وأمريكا بالتحديد تعاني من عدم القدرة على البقاء على رأي محدد لفترة كافية، تهتم بجيراننا وليس بمصالح شعب اليمن. المخرج الوحيد لليمن هو أن كل العالم يجب أن يؤكد دون مواربة بأن الحل السياسي يجب أن يرتكز على المرجعيات الثلاث، كما يجب تمكين الرئاسة وحكومة اليمن الشرعية من ممارسة مهامها لتحكم وتسير أمور البلاد من العاصمة المؤقتة عدن وتحت أنظار الجميع بحيث تتخلص من سلبياتها، والتحالف يجب أن ينضبط ويضفي شيئا من العقل والمعقولية على أدائه. إلى واحد من أكثر الأخبار مطالعة على شبكة البي بي سي، جاء في عنوان جراحون يزيلون 27 عدسة لاصقة من عين امرأة. قالت البي بي سي أزال جراحون 27 عدسة لاصقة من عين امرأة تبلغ من العمر 67 عاما، حضرت إلى إحدى المستشفيات من أجل إجراء عملية جراحية روتينية في العين. أوضح تقرير نشر في المجلة الطبية البريطانية أن المرأة ظلت ترتدي عدسات لاصقة تستخدم لمرة واحدة فقط لمدة 35 عاما، لم تشكو من أي تهيج في عينيها بعد إزالة العدسات اللاصقة المثبتة في عينيها. وقالت متحدثة باسم رابطة أطباء العيون سيري سميث جينز إن ضياع العدسات اللاصقة في منطقة العين يشكل مشكلة عامة، لكنها عادة ما تجد سبيلها للخروج. الأمر ليس مزحة، ولكن يبدو أن السلطات الصينية تزعجها الشخصيات الكرتونية المرحة. فخلال عطلة نهاية الأسبوع وفقا لموقع هاف بوست عربي، قام المراقبون الصينيون بإزالة صور ونصوص تتعلق بشخصيات كرتونية هي الأكثر شهرة. يرى الموقع أنه على الرغم من عدم إعطاء أي تفسير رسمي لإدراجها في القائمة السوداء على هذا النحو، فعلى الأرجح يتعلق الأمر بمزحة قديمة كما يقول هاف بوست. فقد أشار مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى الشبه الهزلي بين الرئيس الصيني شي جي بينغ وشخصية أي ميلون الشهيرة عام 2013، في الصورة التي تظهر الرئيس الصيني يمشي إلى جانب الرئيس الأمريكي أوباما. ويضيف الموقع أن الصورة حملت تشابها غريبا مع صورة الدبدوب ويني وهو يمشي بجانب النمر تايجر، كما أن صورة أخرى للدبدوب ويني والرئيس شي جنبا إلى جنب كانت الأكثر حظرا في الصين في عام 2015. صحيفة الديلي تيليغراف نشرت أهم الصور التي وثقت لأحداث أمس والتي نتابعها في جولتنا المصورة.
إلى هنا تنتهي، ولكن ما زال لدينا فقرة الكاريكاتير. مشاهدة ممتعة، إلى اللقاء.